على مدار 3 أيام متتالية انشغل أكثر من 300 مشارك من حول العالم إضافة إلى المشاركين من قطر في فعاليات مؤتمر علوم الرياضة تحت عنوان تقييم أحمال التدريب لدى الرياضيين الكيفية والأسباب. وعلى مدار 3 أيام شهدت قاعة سباير ندوات ومحاضرات للعديد من خبراء علوم الرياضة حول العالم، قدمت قيمة جديدة لمنهجيات ونظريات إدارة ومراقبة الأحمال التدريبية لحماية الرياضيين من الإصابات الناجمة عن الأنظمة التدريبية المكثفة. وكذلك تضمنت النقاشات حول أفضل الممارسات والنظريات في رصد الأحمال التدريبية للرياضيين. كان مؤتمرا ناجحا للغاية كما تم التخطيط له مسبقا، حيث تمت الإجابة على كافة الأسئلة التي تم طرحها من قبل خبراء عالميين والذين تمت دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر. لقد نجحنا في إيصال كافة المعلومات للمشاركين وسعينا لخدمة الرياضيين القطريين، كما تمت دعوة العديد من الوفود المشاركة لزيارة أكاديمية سباير. But by inviting so many international delegates in as well, we've really profiled Aspire Academy in world exercise sports science. And I think the high quality presentations our international friends found very useful. ففي اليوم الأول كان عدد الجلسات 4. كانت الجلسة الأولى ترحيبية تكلم فيها كل من إيفان برافو مدير عام أكاديمية سباير وتيم كيبل مدير علوم الرياضة، إلى جانب البروفيسور الأمريكي كارل فوستر الذي تحدث عن ماضي وحاضر ومستقبل مراقبة الأحمال الرياضية. This conference makes me think of a conference held in... هذا المؤتمر فاق التوقعات، وهو مشابه لمؤتمر عقد عام 1969 في ستوكهولم. آنذاك أصدروا كتاباً عن حركة العضلات أثناء التدريبات، والذي يعتبر المرجع الوحيد منذ عقود الذي يهتم بالعضلات. لكن من يهتم بالعمل مع اللاعبين سيستعين بالنصوص التي ستصدر عن هذا المؤتمر. بالنسبة لي هذا المؤتمر مميز للغاية. So it's beyond outstanding. في الدورة الثانية التي كانت تحت عنوان الأحمال التدريبية في تحمل الرياضة، تحدث كل من إينغو موجيكا من أسبانيا وستيفن سيلر من النرويج، وكانت الندوات حول طرق وتطبيقات الكم من الأحمال أثناء التدريبات والمنافسة في رياضات التحمل، وكذلك عن أحمال التدريب في دورات التحمل العالية الكثافة. وفي الجلسة الثانية التي تحدثت عن مراقبة الأحمال التدريبية في فريق رياضي، تحدث الدكتور دارين بوريكس من استراليا حول تطبيق مراقبة البحوث في فرق النخبة. أما البروفيسور مارتن بوشيت من فرنسا فقد تساءل عن تقنية لاعبي الميدان، ماذا لو كنا كلنا على خطأ؟ أما آخر المتحدثين في هذه الحلقة فقد كان أرين جيرجسون، وكانت محاضرته حول رصد حالة الانتعاش للاعب القوة في الفرق الرياضية والآثار المترتبة. أما الجلسة الرابعة والأخيرة لليوم الأول فكانت تحت عنوان الباحث الصغير يفوز بجائزة التقديم. المتحدث الأول في هذه الندوة كان ستيفن كروكرافت من أستراليا، ومحاضرته بعنوان تقييم إشارة نسبة الضوضاء من أدوات الرصد للرياضيين في السباحة. أما المحاضرة الثانية فكانت لسابرينا سكورسكي من ألمانيا، وعنوانها النوم والانتعاش عند نخبة لاعبي كرة القدم. تم اختياري للمشاركة نظراً لأبحاثي التي تربط بين النوم والرياضة، وهو موضوع هام للغاية في أيامنا هذه، حيث يتعلق بالاستشفاء من التعب والإرهاق، كذلك الصلة التي تربط بين كرة القدم والنوم، حيث ليست هناك معلومات كثيرة بهذا الشأن. لربما هذا هو أحد الأسباب التي جعلتني أشارك في المؤتمر. المحاضرة الثالثة كانت لدين ماكنامارا من أستراليا تحت عنوان استخدام التكنولوجيات الدقيقة التي يمكن ارتداؤها لرصد ضغط العمل لدى الرماة في لعبة الكريكت. أما المحاضرة الرابعة فكانت لكاتلين ويز من نيوزيلندا، وعنوانها الطريقة الجديدة لقياس الأحمال للأطراف السفلية التراكمية باستخدام أجهزة الاستشعار التي يمكن ارتداؤها. أما آخر محاضرة في هذا اليوم كانت لنيلز نيدرغارد من الدنمارك، وعنوانها نهج جديد لقياسة الحمل الميكانيكي على الجسم كله.
وفي اليوم التالي 5 حلقات انعقدت، فكانت الجلسة الأولى تحت عنوان مراقبة الأحمال التدريبية في القوة ورياضة القتال، وأول من حاضر كان الدكتور بيل ساندرز من الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان رصد العلاقة بين التخطيط والإداء. تابعه دكتور ديفيد مارتن من الولايات المتحدة الأمريكية محاضراً في مراقبة الأحمال التدريبية رياضات القتال والتطبيق العسكري. هذا المؤتمر مذهل للغاية، ليس من العادة أن نشارك بالمؤتمر للحديث فقط عن الرياضة. بالنسبة لي هذه تجربة مميزة، أشارك دائماً في مؤتمرات لا أتعلم منها الكثير، أما هنا فقد تعلمت الكثير وقضيت وقتاً ممتعاً للغاية. أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان رصد التحمل في الصغر تنمية الرياضيين، حاضر فيها أندرو موراي من قطر تحت عنوان إدارة الشغف عند الرياضيين المراهقين. أما الدكتور ألبرتو فيلانويفا من أكاديمية سباير فحاضر في تطبيق تقنيات رصد الأحمال مع لاعبي الشباب في كرة القدم، لتأتي بعدها الجلسة الثالثة تحت عنوان تقنيات رصد التحميل، وحاضر فيها دكتور ماركو كاردينال بعنوان رصد التدريب والتقنية، التحديات والفرص والاتجاهات المستقبلية. أما الدكتور ماثيو فارلي من أكاديمية سباير فكانت محاضرته تحت عنوان كيف نقيس ما نقيس، فهم مقاييس الجي بي أس المستخدمة في الرياضة. في الجلسة الرابعة التي حملت عنوان أوراق حرة فقد تنوعت فيها المحاضرات التي بلغت 6 محاضرات، أولها كانت لروبن ثوريب من المملكة المتحدة تحت عنوان تأثير التغيرات في حمل التدريب التراكمي على المتغيرات اليومية، قياس تعب الصباح للاعبي كرة القدم. ثاني المحاضرات كانت لجون بارتليت من أستراليا تحت عنوان توقع الـ RPA من حمل التدريب عند نخبة الرياضيين، دليل على النهج الفردي. فيما جاءت المحاضرة الثالثة على لسان تانيا جالو الأسترالية وكانت بعنوان تأثير تدابير التحمل الداخلي تقرير الشخصي للصحة على إداء مباراة كرة القدم الأسترالية. سايمون روجرز من نيوزيلندا قدم المحاضرة الرابعة من اليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان صلابة الجسم السفلي أدوات الرصد المحتملة لأداء المسافات المتوسطة. ثم حاضر بعده ألام ميتا جلاب من أستراليا عن حمل التدريب الخارجي على الفرق العالمية لركوب الدراجات. أما إيفيت شارما وكذلك من أستراليا فقد حاضر عن زيادة الـ LHTH أثناء التدريب خلال 3 لـ 4 أسابيع على علو 2100 متر وتحسن الإداء خلال السباق بعد أسبوع عند العدائين النخبة. في الجلسة 5 والختامية لهذا اليوم كانت عبارة عن أسئلة وأجوبة لفرق الرياضة والمشاركين في المؤتمر. اليوم 3 والأخير لهذا المؤتمر كانت 5 جلسات، أولها تحت عنوان مراقبة الحمل والوقاية من الإصابات. كان مايكل كليمان من ألمانيا المتحدث الأول في هذه الجلسة، والمحاضرة كانت تحت عنوان الإجراءات النفسية لرصد التمارين. أما الجلسة الثانية وكانت تحت عنوان نماذج الأحمال التدريبية، وقد حاضر فيها بروفيسور هارون كوتس من أستراليا تحت عنوان المراقبة النموذجية والسيطرة على الأحمال التدريبية في الفرق الرياضية، الأسس النظرية والتطبيقات العملية. يعتبر أحد أفضل المؤتمرات التي شاركت فيها طيلة حياتي. مستوى الوفود المشاركة والمحاضرين هنا كان مذهلاً للغاية، حيث هناك العديد من المحاضرين الذين تحدثوا عن عدة مواضيع وسعوا للشرح والإجابة عن كافة الأسئلة ووسائل التطوير. أما المحاضرة الثانية فكانت للدكتور جوس دي كونجينج من هولندا وكانت بعنوان النموذج الطبيعي لدراسة الإفراط في التدريب والوصول. الجلسة الثالثة حملت عنوان رصد الأحمال والوقاية من الإصابة، وتكلم فيها تيم جابت تحت عنوان التدريب الوقاية من الإصابة، ينبغي أن يكون تدريب الرياضي أكثر ذكاء وصعوبة. أما المحاضرة الثانية فكانت لرود أيتلي تحت عنوان مفارقة التكييف الطبي خدمة للفرق، ينبغي العمل كفريق
أو كعدوا على أرضية التدريب. الجلسة الثالثة كانت عبارة عن محاضرات بمواضيع حرة، وحضر فيها 5 ضيوف. الأول شون ويليامز من المملكة المتحدة بعنوان العملية المنهجية لاختيار تدريب الأحمال المناسب لقياس رصد خطر الإصابات لفريق رياضي من ألعاب القوى. المحاضرة الثانية كانت لماركوس كولومبي الأسترالي بعنوان عبء العمل استعدادا للموسم الجديد واختبارات فحص العضلات والعظام وخطر الإصابة في دوري كرة القدم الأسترالي. علي رضا إسماعيلي كان المحاضر الثالث في هذه الجلسة، وكانت المحاضرة بعنوان التغييرات الإيجابية في وتر العرقوب ووتر الرطفة عند لاعبي كرة القدم الأسترالية خلال فترة التدريب وتأثير حمل التدريب على الساق. رحيل أمان كانت المحاضرة رقم 4 في هذه الجلسة الحرة، وكانت محاضرتها في التباين في المشي في مضمار من 400 إلى 1000 متر باستخدام الـ IMUS فيما يتعلق بتاريخ الإصابة. آخر محاضر في هذه الجلسة من أكاديمية سباير قطر، وهو دانييل سيليفان، وقدم محاضرته تحت عنوان حمولة التدريب وعلاقته بإفراط الإصابات، مؤشرات التقرير الشخصية للرياضيين الشباب للتنبؤ بالإصابة والوقاية منها خلال موسم واحد. والجلسة الأخيرة لهذا المؤتمر كانت عبارة عن أسئلة وأجوبة بين المحاضرين والمستمعين ليقفل المؤتمر أبوابه على موعد لاحق.